لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في تأملات في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وبلقيس. قول الله عز وجل: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. من شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. حقيقة الشكر أمر قلبي في المقام الأول، ولا بد أن نحرص على أداء الشكر لأنه من أعظم أسباب سعادة الإنسان، وإن من أعظم أسباب شقاء الإنسان وشعوره بالهم والكرب والضيق هو عدم رؤية النعمة، وأن يشعر الإنسان بأنه محروم وأن غيره قد أخذ وهو لم يأخذ. فعدم الشكر يفتح أبوابا من الحسد والكبر ونسيان الفضل والجحود لفضل الله عز وجل، ولذلك يترتب عليه شقاء، ولذلك هو سبيل إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشكر يجلب المزيد من النعم، ولذلك نهتم جدا بمعرفة حقيقة الشكر. حقيقة الشكر أن يكون بمعرفة أن النعمة من عند الله سبحانه وتعالى، والثناء على الله عز وجل باللسان وتصريفها في مرضات الله. يبقى هو ثلاث أركان: شهود النعمة من الله مع تعظيمه وحبه، وليس فقط مشاهدة أن الله الذي أعطى دون يعني تعظيم ومحبة. الإنسان مجبول في الحقيقة على يعني محبة من أحسن إليه، ولكن كثير من الناس نتيجة عدم مشاهدة النعم وعدم إدراكها، يعني نعمة الهواء، من من الناس يستشعر أنها نعمة؟ نعمة الشمس، من من الناس يستشعر أنها نعمة؟ نعمة الليل والنهار كلها نعم، عامة الناس لا يشهدونها أصلا، لا يشهدها إلا من حرم منها. يعني مرضى الكورونا الذين ساءت حالتهم يدركون نعمة الهواء، وكل مريض حساسية بالصدر في فترة الأزمة يدرك نعمة الهواء سبحان الله. ونعمة الشمس يدركها من حبس في مكان مظلم، ويدركها من كان يعيش في بيوت صعبة المسكن عديمة التهوية لا تدخلها الشمس. النعمة العامة على البشر يدركها أهل المنازل العالية الذين يشكرون الله عز وجل على نعمه على جميع الخلق. ويشهدون فضله سبحانه وتعالى على جميعهم مؤمنهم وكافرهم. فإنعام الله سبحانه وتعالى مع تعظيمه ومحبته على ذلك درجات متفاوتة لا يعلمها إلا الله، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق كما ذكرنا في يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: من قال حين يصبح من اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه. ومن قال حين يمسي: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ليلته.
ولا شك أن هذا ارتفاع بنفوس المؤمنين ليشهدوا نعم الله عز وجل على الخلق جميعا. ولذلك تذكير القرآن لنا بالنعم العامة التي لا يشكرها أغلب الخلق، تذكير القرآن لنا من أجل أن نشكر الله على هذه النعمة لرفع مستوى أحوال قلوبنا. قال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعوذ بالله من الظلم والكفر. نحتاج أن نتذكر كم دعونا الله فأجابنا، وكم كربة مرت علينا ففرجها، وكم مرض كنا نقول فيه واشف أنت الشافي، اللهم أذهب الباس رب الناس واشف وأنت الشافي، فشفانا الله عز وجل. وكم من ضيق مر بالإنسان فدعا الله أن يفرج ضيقه وهمه وكربه فاستجاب الله عز وجل دعوته. دعوات كثيرة استجابها الله، وآتاكم من كل ما سألتموه. نذكر من يعني تزوجوا بأنهم في وقت من الأوقات كانوا يدعون الله بأن ييسر لهم الزواج، فمن الله عليهم بذلك. من تزوجوا يدعون الله بأن يمن عليهم بالأولاد، فوهبهم الله عز وجل الذرية. ولذلك ننصح من لم يتزوج بأن يكثر من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن لم ينجب نذكره بدعاء زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن رزق الأولاد فليقل دعوة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. نعوذ بالله أن ننسى نعم الله أو أن نكفرها. والثناء على الله باللسان بذكر الحمد وبذكر الشكر كما ورد في المواطن التي قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والحمد يتضمن الشكر، إلا أن الشكر أعم من جهة الآلة التي يؤدى بها. فمن يشكر الله بعمله هذا إنما يقال عن الشكر، وأما الحمد فهو بالقلب واللسان. لذلك تصريف النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى: السمع يصرفه في سماع كلام الله عز وجل وسماع دروس العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء، وما يذكر الإنسان بحياة قلبه فإن ذلك كله من السماع الحق. وكذا نعمة العين أن تصرف في النظر كما أمرنا الله عز وجل: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال: فارجع البصر، أي في السماوات، هل ترى من فطور؟ هل هناك تشقق؟ منذ متى لم تنظر إلى السماء؟ منذ متى لم تتفكر فيما ترى من آيات الله في السحاب وتصريف الرياح والحر والبرد؟ لأن ذلك من استعمال البصر في مرضات الله عز وجل. واستعمال البصر في مرضات الله بكفه عن مشاهدة الحرام، وكذا السمع الكف عن سماع الباطل. وما أكثر الباطل الذي يرصد ويذاع في رمضان من قول الزور والعمل به والعياذ بالله في المسلسلات والبرامج التي تمتلئ بالزور وتمتلئ بالكذب وتمتلئ بالشبهات التي تصرف الناس عن الالتزام بالدين.
تصور الناس بالصور القبيحة، فسماع ذلك ومشاهدته كل ذلك من أنه لم يدع الزور ولم يدع العمل به. فمن عبودية من شكر نعمة الله بنعمة الأذن أن لا تسمع ذلك، تكفها عن ذلك كما تغض بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل في اليد، في الرجل، في المال، في 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 في, في الفم واللسان والبطن والصدر والعقل، فإن كل ذلك فيه نعم لا نحصيها والله. فاستعمال ذلك في مرضات الله بذكر الله وقراءة القرآن وأكل الحلال وتجنب الحرام وحفظ الفرج عما حرم الله سبحانه وتعالى وحفظه عن الكشف، حفظ العورة عن الكشف، ذلك كله من شكر نعمة الله. وانظر إلى من حرمه الله من هذه النعم فتشكر الله إذ أنعم عليك بذلك. فمن فعل ذلك، من فعل ذلك بأن عرف النعمة من الله وأحبه وعظمه بها وأثنى بها وأثنى على الله بها باللسان وصرفها في مرضات الله كان له الثواب والزيادة من الله. ومن كفر، لأنه قال أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، لأن الله غني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شكرنا، ولكنه يحب أن يعبد سبحانه وتعالى ويحب أن يشكر سبحانه وتعالى. هذه صفته، أنه يحب ذلك، وأنه يحب أن يرى من عباده المؤمنين ما تعبدهم به من شكر نعمته سبحانه وتعالى. وهذا السر في أن المؤمن سعيد على الدوام، لأنه يرى نعمة الله عليه بالإيمان. فلذلك هذا الذي لا يسلب منه في فقر ولا مرض ولا حبس ولا يعني بلية دنيوية، هو يشهد نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام والإحسان أعظم من كل النعم. فلذلك لا يزال سعيدا ولا يزال في مزيد من النعم. ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن العباد جميعا وعن عبادتهم. ولذلك خلق الله الشاكرين وخلق الجاحدين الكافرين ليظهر غناه. خلق الكافرين الذين يجحدون نعمته وينسبونها إلى غيره ويكفرون بها ليظهر غناه، يكونون على فجور ولا ينقص من ملكه شيئا. وخلق الشاكرين ليعلم أنه لا يزيد في ملكه شيئا، أن شكرهم لا يزيد في ملكه شيئا. سبحانه وتعالى كريم في نفسه وإن لم يعبده أحد، فإن عظمته عز وجل لا تفتقر إلى أحد، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. كم من الأنبياء يقولون ذلك ليبينوا استغناء الله عز وجل عن العباد. هو الغني سبحانه وهو الحميد المحمود من نفسه عز وجل، إذ قال هو الحمد لله، ومحمود من ملائكته، ومحمود من رسله وأنبيائه، ومحمود من أوليائه، وهو بدون ذلك محمود، بدون عمل العباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى، وهو أشرف حديث لأهل الشام: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم
وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. قال سليمان عليه السلام بعد ذلك: نكروا لها عرشها. قال تعالى: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. لما جاء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر أن يغير بعض صفاته. قال ابن كثير وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. وهذا من أفضل ما قيل في معنى نكروا لها عرشها، وكان ذلك بغرض اختبار معرفتها ورجاحة عقلها، اختبار معرفتها ورجاحة عقلها، وأنها تتفطن وتنظر ما حولها وتدرك ما وراء الأشياء، وهذا يقتضي أن تكون من المهتدين بإذن الله، لما هو أعمق من مجرد إدراك عرشها ومعرفته، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالمقصود بكلمة أتهتدي هنا أي أتهتدي إلى معرفة عرشها أم يصعب عليها معرفته، وذلك يقودها إلى أن تهتدي إلى توحيد الله ومعرفة أن ما تعبده من دون الله لا يصلح للعبادة. فسليمان عليه السلام أراد أن يستغل هذا الاختبار وهذا الامتحان في معرفة رجاحة عقلها، وقد كانت راجحة العقل كما هو واضح من أول القصة، من أول قصتها حين قالت لقومها ما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أو أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، بخلاف الجهلة من قومها الذين لا يعرفون إلا لغة القوة ولا يعرفون المقارنة بين المصالح والمفاسد ولا يعرفون إلى النظر في قوتهم وقوة عدوهم، لا يفكرون إلا في أنفسهم، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أعقل من كثير من الرجال كانت هذه المرأة، وهذه هداية لعرشها تقتضي هدايتها إلى ما أعطى الله لسليمان، وهذا يكسر قلوب الجبابرة إذا رأوا مؤمنا أعلى منهم، وعند كسر جبروتهم يزول عنهم الحاجز الذي بينهم وبين الإيمان إذا كسر جبروتهم، ولكن كثير منهم يظل متجبرا رغم عجزه ورغم أنه تعرض للكسر، لكن يظل في قلبه على عجزه وذله، وهذا أسوأ الأنواع، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. يعني عندما يتكبر بلا سبب مع انكساره، إذا كان مع أسباب انكساره لو وعى وفهم، فإذا ظل متكبرا في نفسه مع انحطاطه وسفوله فهو والعياذ بالله أسوأ أنواع الناس، كما أن المهانة التي عند الملك الكذاب، لأن الله أغناه بالملك عن أن يكذب ومع ذلك يكذب،
كما يقول لهم ميكيافيلي، لماذا تصدق والكذب يحقق لك مكاسب أكثر، نعوذ بالله. صار هذا هو القاعدة، لذلك هؤلاء من أبغض الناس عند الله. والشيخ الزاني، لأن الشيخ قد وصل من كمال العقل وإدراك عواقب الشهوات واللذات وأنها سرعان ما تزول، وأنه يتحكم بعقله في شهوته، ما ينبغي أن يكون ممسكا عن الشهوة الحرام، وهو يعرف ما تأتي به الشهوة من الندم. فإذا كان شيخا زانيا فهذا والعياذ بالله أسوأ أحواله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.